والله أنا بالوطن، وطني العراق طبعاً، تعلمت الموسيقى، تعلمت من أستاذي وأبي محمد فاضل، من عمر أظافري، من عمري 5 سنوات أنا مع أبي في المحل البسيط المتواضع في الحيدر خانة، وقبلوني في مدرسة المأمونية لأنه أنا أعزف، لأن مدرسة المأمونية كان ما بيها بس الدوات، أولاد الدوات وأولاد الوزراء وأولاد المهمين. أنا قبلوني أبوي يصنع عواد، يعني كان يسألون شنو أبوك؟ أقول أنا عواد. شنو عواد؟ ما يعرفون، لأنهم أبوي كان وحيد يسوي عود بالعراق، ماكو غيره. فقبلوني وأنا عمري 7 6 سنوات بالمأمونية، وكان أستاذي الدكتور طارق إسماعيل حاليا في أمريكا علمني العزف على النوطة والعزف الكونشيرتو بيتهوفن، وشاءت الظروف أن أعزف أمام الملك فيصل الثاني سنة 57 بالمأمونية، وكان زملائي موجودين معنا سامر الدوري وذيك وسندس طارق، هسه حاليا سندس طارق في فرنسا عازفة عود، وكنا يعني فرقة. تخيل ذاك الوطن، ذاك اسميه وطن حقيقي، كنا احنا مأمونية ابتدائية بها 40 عازف، 40 عازف تخيل انه هو يعزفون ويلحن لهم ملحن ويحضرها الاولياء ويحضرها الملك، حضر الحفلة الملك والوصي كان معه سنة 57. فهذا الوطن كنت اللي حبيته، اللي أقعد الصبح تبدأ المدرسة يجيبون الكتب وأقلام وهاي. أما ما نشوف الحالين الوطن حاولوا يبعثروا، طبعا الوطن المسحب بعثرته، البعض يعتقد أنه المحاولات بعد 20 سنة من احتلال العراق 2003 حاولوا بعث الوطن، لكن الوطن عصي لحد الآن، عصي على الكل بالرغم من جو كل الأحزاب حاولوا يقطعون به، الوطن عصي على الكل، ونخب المجتمع موجودين منتشرين، بس الوطن وياهم بحضنهم، اللي هنا بتركيا واللي بأوروبا واللي بأمريكا كلهم يشعرون جيدا أنه الوطن العراق بحضنهم. الحديث عن الوطن وعن الغربة يعني حديث ذو شجون، طبعا أكيد إحنا أينما نسافر إحنا مثل البذور، وين ما نروح العراقيين نزع بذورنا ونبع من جديد. فأنا تجربتي خاصة اللي فرت بها هواي بلدان شعرت بأن الغربة تعطيني قوة مو عادية، لأن تخليني أواجه مجتمعات أخرى، ها
بقوتي الذاتية، ما أحتاج إلى أخ أو صديق أو عشيرة أو حزب. زين، قوتي الذاتية هي تفرض شخصيتي بالمجتمع اللي أعيش فيه. فالغربة يعني أغنتني كثيرا بصراحة. وأنا أستغرب من بعض الناس يبكي لأنه هو غريب. الوطن موجود في داخلنا، أينما ما نذهب الوطن في داخلنا. زين، ولهذا إحنا نأخذ صورنا وهذه في بيوتنا، عشان إذا كنا في أي مكان نأخذ في الشيء من بيتنا. أنا ذكر كنت في الكويت، جبت نخلة من بغداد على أزرعها بغربيس، أنا مود أحس الوطن قريب علي. فالوطن هو هاي التفاصيل اللي يحلك عليها، ممكن حملها في أي مكان، عندما يعتريك الأذى، عندما تتألم، عندما أنت تجد أن وطنك هو مو وطنك، شو تسوي؟ ترحل في مكان آخر وتنشئ وطن صغير وسط عائلتك اللي تحبها وأحبابك وأولادك وأحبابك. عمولي حبيبي عمولي الحلو، عمولي حبيبي عمولي الحلو، عمولي حبيبي بي ما يريد وين زمان أتوقعني بعد بس عموري حبيبي عموري الحلو، عموري حبيبي عموري الحلو، احنا صف الأول أحسن الصفو، احنا صف الأول أحسن الصفو. صارت مرحلة المتوسطة دوامة المثنى، وكانت مرحلة ظهور النشاطات السياسية، البشيوعيين والقوميين والبعثيين، لأن أكو تواكب صار على هاي. الحدث المهم اللي صار هو 5 حزيران اللي خلى الشباب يعني ينتفض أنه راحت فلسطين وشغلة. فأكثر الشباب يعني التجأوا للمكاتب وطوعوا في العمل الفدائي. أنا كنت من ضمن الجماعة. سنة 1969 التحقت بالعمل الفدائي في الصاعقة السورية، وشاركت هناك في بالله. وبعد التجربة هذه سنة زمان رجعت إلى العراق. لما رجعت إلى العراق استدعاني ناظم غزار إلى قصر النهاية، وكنت 6 أشهر في الأكسجين على مود أثبت بأن أنا رايح على مود في سبيل الوطن. وأتذكر في سنة 73 بالحرب حرب تشرين أعتقد، إحنا 40 عازف انتفضنا على رسم الجمالي، قلنا إحنا ما نريد نعزف، إذا نقاتل بوقتها. فأقنعنا بابا كل من إلى دوره وما شنو، والحمد لله. بعد التجربة قصر النهاية، وبعد التجربة هذه مرت بها يعني كعازف في مسرح العسكري، وبعد ما منير بشير استدعى أبي على مود يشارك وياه في دائرة الفنون الموسيقية، كان لسه جاي لمنير بشير معيني مدير عام دائرة الفنون الموسيقية، فاستدعى أبي على مود يسوي ورشة للوحن. فالوالد ما كان مقتنع ورجع قال أني ما أشتغل بالحكومة. فأني كنت خلاص عسكرية وأريد أجي مكاني يعني وضعي، فاختلفت وياه بهالموضوع هذا، قلت لا احنا المفروض يعني نشتغل بالوزارة. ما وافق، قلت له بهذا الشكل يعني تسمح لي أغادر الكويت. فطلبوني وزارة التربية الكويتية، ففي عام 77 اشتغلت في وزارة التربية خبير، وزارة التربية خبير آلات موسيقية، وكان مديرنا شاذ الخليج عبد العزيز مفرج اللي هو مطرب معروف. بعد أشهر حسيت بأنهم هذا مو مكاني بصراحة، وأنا عندي تجربتي الشخصية ليش أعطي خبراتي للآخرين. وبعدين أنا زوجت كويتية وبنت محمود كويتي اللي هي يعني علم من أعلام الكويت، فليش ما أسوي شركة؟
سويت شركة الوتر سنة 1977 قدم الاستقالة، سويت شركة الوتر للإنتاج الفني، وحبي الوطن خلاني ألم كل الفنانين العراقيين. في 2 آب كان حدث يعني في موقف كان صعب، لأنه خوال ولدي كويتيين ها وأنا عراقي والشركة كويتية عراقية زين، فجوي مع الوفد الإعلامي كلهم ربعي وأصدقائي، يعني أنا عندي علاقة شخصية مع كل رموز العراقية جتي مع الوفد الإعلامي، فكنت إعلامي أكثر ما أنا كنت مثل ما شبهوني بين عناوين أخرى. أنا كنت إعلامي وأمثل مؤسسة العامة لإذاعة التلفزيون وشركة بابل، والشركة هاي وضعها. وأصبحت مواصل حربي في تلك الفترة، لأنه يعني رايح جاي، وقدرت أصور كل الشغلات اللي لها علاقة بالوقت اللي ما كان يشغل بها أي مراسل في تلك الفترة. يعني بتنين آب لغاية الانسحاب ما حد دخل مراسل أجنبي غيري أنا، بس أنا كنت الوحيد اللي أنا والكاس ماتي بديش فترة. فكانت تجربة عاصرني بها فنانين من العراق، مسرحيين ومصورين لا مجال ذكر أسمائهم. بالانسحاب أنا شفت موقفي لازم أنسحب، لأنه العراق انسحب وقرار دولي، فانسحبت مثل والآخرين. ايه تفاجأت بعد حوالي مدة وأنا في الأردن أن الكويتيين اعتبروني أني متعاون وصدروا علي حكم غيابي. كنت في عمان، بعت الحكم نشرته جريدة العرب في لندن. أنا الموضوع ما ضايقني، بس تركت عائلة كبيرة، أربع أولاد هناك، وقرروا يعيشون وحدهم هناك. وراها تحملت معاناة 30 سنة لحد الآن نتيجة هذا الموقف، الموقف اللي علاقة بالوطن. نرجع نقول هو الوطن يبني عليك أن تكون مع الوطن. لما تكون قوات عراقية إذا كانت غازية أو غير غازية، أنا مع الوطن. لو فتشت الأرض جبالا وسهولا وبحار، لو فتشت الأرض جبالا وسهولا، لو فتشت الأرض جبالا وسهولا وبحار، لن ألقى مثلك يا بلدي يا أغلى حتى من سافرت إلى سوريا. استقبلوني وزارة الثقافة السورية وعينوني في معهد الموسيقى العالي اللي هو في المنزل صاير، وبدأت أدرس هناك مادة صناعة الآلات الموسيقية، يعني مادة مهمة مفروض تصير في كل محل، ولكن يعني أشهر وصار الاحتلال. لما صار الاحتلال
شفت الناس كلها هربانة من العراق، أنا بالعكس رجعت العراق، حملت الأراضي ورجعت العراق، العراق محتاجنا. فبقيت من سنة يعني من 2003 لغاية 2007 أروح وأجي، أروح أجي، أروح أجي، ها، إلى أن يعني إلى أن تعرضت لمشكلة كبيرة، تشابه أسماء، ورحلوني السوريين إلى العراق، وبعد سنتين تبين إنه أنا ما لي علاقة بالموضوع وطلعت. وقت بالعراق قررت بأنه أعيد تنظيم الورشة وأسميها أكاديمية محمد فاضل للثقافة والفنون، وفعلا صار مقرها قرب ساحة عنتر، وشت أستضيف أسبوعيا شعراء وفنانين في القاعة المهيئة لهذا النشاط، وأنتج عود وأصدر عوادي للخارج. في 2013 فتحت أكاديمية محمد فاضل للثقافة والفنون، حوت بها الشعراء والفنانين والعازفين، وسويت استديو صوتي وداوم به هواية من الأخوان. وخلال هالفترة حاولت أتواصل ويا النظام الموجود وزراءة، ولأن أنا درست خبير فالمفروض أرجع الوزارة زين. فأنا قابلت بالبداية مفيد الجزائري، حولني على بيرج اللي هو مدير عام، وما صار شيء. وبعدين جاء أسعد الهاشمي، وبعدين جاء وزير آخر ثامر، وكل وزراء مروا برت عليهم، عبد الأمير الحمداني، والأخير حسين حسن ناظم. الكل كانوا ما عندهم حلول، لأن هم عبارة عن أشخاص يمثلون أحزاب، فما ما لهم علاقة بالفنون. فحاولت أفهمهم شو الموضوع، وأكو ورشة والورشة معطلة ولازم نشغلها. فما شفت استجابات حقيقية، كانوا يعودون. وآخرها التقيت بالوزير حسن ناظم وقال لي أنت عمر حمد فاضل تعيد، قال أنا أريدك تعالي، حاضر حاضر وعندي حلول. فمدير مكتبة أشار لك سوى له الشكل، فافتهمت بأنه الوزير مو بيد الأمورات، مو أمورات بيد أحزاب قاعد تقود المسألة، والمطلوب أنه يدمون كل شيء. بعد هالفترة الأستاذ حسن شكرتي جاني زين المكتب وفهمني بأنه هو في وضع محرج، لأنه هو اضطر بأنه يلغي الورشة وهذه. وفعلا الآن لغت الورشة، هسه حاليا اكو ورشة بالاسم بس ماكو بالفعل اكو ورشة ابدا. آلة العود آلة قديمة، يعني ذكرت في المراجع الموجودة في الأكادية قبل 2450 سنة قبل الميلاد، وهي متكونة من القصعة والزنج وبيت المفاتيح اللي هي تقعد به المفاتيح، اللي هو هذا اللي هو هذا. وهاي طبعا بالبداية كان يستعمل بها مي، بس حاليا يستعمل مي وآل يعني ونار. بغداد كنا نستعمل غاز لأنه كهرباء عندنا تعبانة كلش، فنستعملها. هسه هنا بإمكاننا نستعمل هذا المحرار هذا، بس هذا الشغل بغداد مولد الطب طبعا. فهذا القصعة هي تتكون، ولما تخلص قصعة تكون بهذا الشكل طبعا، وهذا الشكل هو شكل القصعة. وهي قالب هو بالاستحداث محمد فاضل، وعندنا 4-5 قوالب حسب الحجام، 37 36 40، واحنا نتحكم. هذا طبعا خشب، خشب الشيشم. هاي القصعة هي اساس الهيكل للعود، وراها يجي الوجه، هذا وجه العود
وجه الوقود هذا اللي هو من الاخشاب. بغداد كنا نستعمل خشب الشام او بعض الاخشاب، هذا يجينا يقول هنا خشب، ثم زنج، ثم بيت مفاتيح. يعني اذكر وقتها الوزير عادل الشرشاب كان وزير السياحه، خبروني قالوا ترى جاي يجينا ابو كفو ابو يونسكو ما عندنا هديه نقدمها. قلت له ما نقدم هديه. فاختاريت القتال الشمالي. في 2013 جت الينا ابو كفو الى العراق لاول مره. فاني عزفت امامها على القتال الشمالي. لان كل القتالات الموجوده بالعراق هي قتالات شكل مو مضمون. انا صنعت الاله اللي هي تعزف. فالمراه بكت. بكت الينا ابو كفو ودمعت عيونها. فكان الوزير موجود عادل الشرشاب وهو شيخ من الشيوخ الناصريه. فاستغرب قال لي ليش تبكي؟ تساد هاي انت مو من الناصريه وهاي القتال الشماليه هي ولدتها بزقوره هاي، فهي تعرف القتال يبدو اكثر منك. القتال الشماليه حدث عالمي وليس عراقي فقط، والعالم كله مهتم به، وخصوصا المتحف العراقي المتحف البريطاني والمتحف الفرنسي، لان يعتبرون هاي الاله هي مفتاح كل الالات، وهي اول حرف اكتشفت البشرية. وأنا حافظت على حسب توجيهات وزارة السياحة في وقتها دارة البحوث، قالت لازم تسوي آلة مثل ما هي موجودة. من خلال بحوثي الباحث ليونارد السير اللي هو اكتشف الآلة سنة 1929 تبين أن الآلة ارتفاعها 60 سنتي، وعلميا ما ممكن الآلة تكون أكثر من 60 سنتي، لان يكون صوتها مثل الباز، قريبه على التشلو والكنتر باس، هاي قريبه على اله العود والكمان على ما تطلع صوت. طبعا هي رمز الخصوبه، لانه اختاروا راس الثور اللي هي رمز الخصوبه، وكان ما يعزفون عليها بس الملوك، ولهذا كانت تعزف عليها الملكه شبعاد ان ابي شبعاد اللي هي كانت تعزف على، لانه كان في زمن اكاديين الموسيقيين يعتبرهم من الاقوام اللي مهمه بالمجتمع. مشروع كان بينه هذه القيثارة تكون في كل سفارة عراقية بالعالم، ومع الأسف يعني الوزارة ما اهتمت بالموضوع هذا، ما عدا يمكن السفير عندنا سفير هشام العلوي، هشام الدكتور هشام أخذ مني 3 قيثارات وقدمها إلى رئيس الجمهورية التركية أردوغان، وإلى رئيس الوزراء يلدرم، وإلى وزير الخارجية مولود أوغلو. هالقيثارة كانت مرصعة بالذهب، ملطية بالذهب وتعزف، وأنا كنت أعتبر هذا جزء من واجبي أن أنقل حضارتي، وإحنا كشعب محتل تم احتلاله ما نستحق أن نعامل بهذه الطريقة. فوصلنا القتالة لكل الناس، وما زلت أنا وصلت إلى قابوس وإلى السفير وزير الرياضة والثقافة أستاذ صلاح العلي في قطر، وإلى أين أبو كفو يونسكو اهتمت بالموضوع هذا جدا، وأعتقد هذا المشروع يستحق الاهتمام. حاليا هناك محاولة لإلغاء محمد فاضل كان كرائد، وهذا واضح أن أشوف أنا من كل المساهمين مع الأسف يعني، ومع الأسف من تلاميذ محمد فاضل، ولهذا أنا قررت بعد هالفترة أنه ماكو حل إلا المغادرة. فغادرت ومعي الوطن، غادرت ومعي العود والمثود والأساليب والخرائط اللي هي تصميم محمد فاضل، ها، وأنشأت في يلوى المشروع اللي هو مشروع محمد فاضل، لأنه إحنا جمهورنا كبير وعريض،
ها ويبقى الوطن في داخلنا، وهذا شبه إشعاع من إشعاعات الوطن. يطلبني الوطن إذا كان العراق عراقي. الآن عراقي مو عراقي بعد 2003. أنا حاولت يعني حاولت أن أفهم ماذا يدور، لماذا ما رجعوني لها، وعندي عدة شكاوي قدمتها لكل وزراء المرار. فيوم عن يوم أكتشف بأن الموضوع طائفي. ليش إلا؟ أول شيء موضوع طائفي، ثاني شيء هم ما يدون يسوون خبرات، هم ما يدون يبنون الوطن، هم جايين على مود يهدمون الوطن. احنا من يقدمهم مشوره يضحكون ان هم مهمتهم الهدم وليس. ولهذا خرجت لانه راح ينهدم كل بناء ابويا من قبل 8 سنة. ولعلمك يعني حاله من الحالات، يعني كل قطاعات الموجوده يعني الاسئله قبل كم يوم باقت زين، فكيف لا يبقون يسرقون اسم محمد فاضل زين؟ انا مسجله بتحرير الصناعات مو قادر احمي اسمي، فكيف أحمي هذا الأرث الطويل؟ ولهذا أنا من ضمن أفكاري أنه أأسس إلى متحف الآلات الموسيقية ومتحف لأي فنان يتوفى عود يبقى عندي، يعني مثل عود محمد جواد الأموري، عود فلان روح الخماس، لازم يصير عندنا متحف حالنا حال مصر وغيرها، عندنا متحف به الآلات الموسيقية للفنانين الكبار اللي رحلوا. من يسوي هالشغلة؟ منو لازم يصنع الآلات القديمة اللي هي قبل التاريخ؟ القيثار الصومالية والجيك والصنطور اللي موجودة بزمن أكاديمي.